انخفضت قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر بنسبة 12.4% خلال يونيو الماضي لتسجل 3.21 مليار دولار مقابل 3.66 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2021. هذا وقد أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع في قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يونيو من 2022 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال بنسبة 49.4%. في المقابل انخفضت قيمة الواردات بنسبة 7.7%. جهود متواصلة تبذلها الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين بالمحافظات المختلفة في مجال البنى التحتية ومياه الشرب والصرف الصحي. يأتي على رأس تلك المشروعات مشروع إحلال وتجديد محطة التشيكي بحي شرق أسيوط بعد 5 سنوات من العمل المستمر. جهود حثيثة تبذلها الدولة من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ويأتي ضمن تلك الجهود إحلال وتجديد محطة مياه التشكي المرشحة بحي شرق مدينة أسيوط بتكلفة تصل إلى 242 مليون جنيه لخدمة مدينة أسيوط مع التوسعات العمرانية لها، حيث تم العمل بها على مدى 5 سنوات ويتم تشغيلها تجريبيا في أكتوبر القادم. النهاردة في محطة مياه التشكي حاجزين محطة طاقتها الإنتاجية 200 لتر في الثانية. الأعمال بتتم فيها أعمال رفع كفاءة ورفع طاقة استيعابية من 200 لتر إلى 600 لتر في الثانية. دي بتخدم حوالي 400 ألف نسمة في مدينة أسيوط. طبعا رفع الطاقة الإنتاجية دي طبقا للزيادة السكانية اللي موجودة، بحيث إن مستوى إن شاء الله الفرد كان 125 لتر في اليوم، حاول نرفعه ل 175 لتر في اليوم. تم الانتهاء من إحلال وتجديد المحطة لخدمة منطقة غرب وشرق مدينة أسيوط ومنطقة عرب المدابغ، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليا لتلبية الطلبات المتزايدة على المياه. المعمل عندنا هنا بينقسم شغله على محورين أساسيين. المحور الأولاني جزء خاص بمتابعة تشغيل المحطة الألمانية المرشحة والتجارب المعملية اللي بتجرى عليها، التجارب اليومية اللي بتجرى على أعينة طرد المحطة لمدى الحكم على جودة المياه الخارجة، ولابد أن هي تكون خارجة مطابقة للمواصفات القياسية. كما تم عمل إحلال وتجديد لمأخذ المحطة من نهر النيل فضلا عن توريد وحدة ديزل للاستفادة منه في تشغيل المحطة فور انقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة لعمل إحلال وتجديد لمحولات الكهرباء ومعمل مركزي مزود بأحدث الأجهزة الدقيقة اللازمة لعمل جميع التحاليل للمياه. إن شاء الله مع انتهاء تشغيل المحطة نقضي على مشاكل ضعف المياه في الأدوار العليا اللي بيشكي منها كمية ناس كتيرة من داخل مدينة أسيوط. المحطة مقامة على مسطح 4.6 فدان. المحطة مستهدف لها أنها إن شاء الله تبدأ المراحل التجريبية مع نهاية 30/10 إن شاء الله 2022. هكذا تضع الدولة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على قائمة الأولويات في إطار استراتيجية تنمية محافظات الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يتم بذل المزيد من الجهد والإسراع للانتهاء من كافة الأعمال بالمشروع مع دخوله الخدمة طبقا للجداول الزمنية المحددة لتقديم أفضل الخدمات لأبناء محافظة أسيوط. إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوع بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وقد ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق ب3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 714.8 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10356 نقطة مرتفعا بما نسبته 75% ليغلق عند مستوى 10434 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان عند مستوى 2287 نقطة مرتفعا بنسبة 9% ليغلق عند مستوى 2290 نقطة. وقد فتح مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان عند مستوى 3276 نقطة ليصعد بما نسبته 1% ليغلق عند مستوى 3279 نقطة.
إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 19 جنيها و31 قرشا للشراء و19 جنيها و38 قرشا للبيع. أما بالنسبة لليورو فقد وصلت قيمته إلى 19 جنيه و53 قرشا للشراء و19 جنيه و62 قرشا للبيع. بالنسبة للجنيه الأسترليني فقد وصلت قيمته إلى 22 جنيه و54 قرشا للشراء و22 جنيه و64 قرشا للبيع، في حين وصل الدرهم الإماراتي إلى 5 جنيهات و25 قرشا للشراء و5 جنيهات و27 قرشا للبيع. وأخيرا الريال السعودي الذي وصلت قيمته إلى 5 جنيهات و13 قرش للشراء و5 جنيهات و16 قرشا للبيع. في أسواق المعادن النفيسة قفزت أسعار الذهب 1% لتصل إلى 1726 دولار للأوقية، ومحليا سجل الذهب عيار 18 ما قيمته 956 جنيه. بالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 1115 جنيه، وبالنسبة لعيار 24 فقد وصلت قيمته إلى 1274 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 8920 جنيه. قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف إن المملكة تخطط لبناء 3 مصانع للحديد والصلب بتكلفة تقدر ب 35 مليار ريال، أو ما يعادل 9.32 مليار دولار، وتجرى محادثات مع المستثمرين المحليين والدوليين. وأضاف الوزير أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية لتلك المصانع ستبلغ نحو 6.2 مليون طن. وصلنا معكم إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال. مشاهدين الكرام، نعود لاستكمال ما تبقى مع ياسر وحكمة. شكرا لك مصطفى.